إلهي سبحانه وتعالى وحول لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون شرف كين وحو كترا كتابك إلهي ننقريالنا هوينك كوميدو بأوركم مسلمة ما بيت المعمور بورما أيا بوغضي حرون تضيع ترك كتابك قرآن كريمك إيهي القرآن ودشميه دو كدو يهي قبق قبو إسلام مركاسينا كسعودة قلبيت كمقالدة يقولنا كرمير ركلا دوان كسمي حرون تاني مركي أيسو إدليين كرمير كودا وحال كاسي كادلي حبنا كميدا هوين كاسي وحاني باقسي ودكيرا وقدرين ولا لها صوماليا دا محسنين تاية جعل خيركا إنا يكسو قيب قاتان هذا اللذو دو وحي ودقنا ينسدان وحان ما انتتوقنا وآن صوب وقني حرون تا ضيعترت القرآن كا هي القرآن الحمد لله أنا قاء أوركم سلامة مركز كبيت المعمور كصعد الحمد لله إلهي منكم هذا الناس سبحانه وتعالى إنه نوس ورجلي إن أنا ما أنت صوب وقنا حرونتا بركيسا أو لو قلت لك علي إن لو قد يعتره كتابك إلهي لقونا كريه لو كلامك ربي الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات حقيقة وحن آدي أدوكم هذه علينا إن دتك خير كبدن إكشقي هوشن آدي أدك أوبلارن مهم كأه أدنا لغو بهنا برشدو أدي أدو بهنا إن هلان مال لغو تيعترو كلام كإلهي كتاب كربي أو أد مدو إنه بريهن دم برشدو لحدو أد إيه أدو قد يعمي إن هذا تهاي ماله لغو برني كريها لحدو دي مال والبو قد يعني أو أد أركيسو إيه ده أمر كا قشن كلا راعينا يوح كلا إسكداي قد أفدي لقصو رح كريو كتاب كي قرآن كأها مصحف كي صفحات كيسي إن إلهنا سبحانه وتعالى إسق أيا كريالي كلام كيسة أو حويان كل شيء إنه يهي متسرية وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم إن أمدنا الشرف كيدو حكو ترى إن كريالان كتابك ربي أو أي كر أقادة إن إلهي سبحانه وتعالى وحول لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون شرف كين وحو كترى كتابك إلهي ننقريالنا إن وحن وعيقرن أسوتي ديننا وأن باقدرنا دمان بلشدة مسلمين تأه يا سوماليات ملك السعي توغان قار أهان وحن أدول هلا يا هوينك أو إيه وغوحوغو غالسن ماركتي حق الرق وغوحوغو غالسن قريها دحدودة أولادي إنت بدان يغا كورهيا حقي وحبر الشدة قرآن كإبرانيين كتاب كيميش وكودة يعني هيبة إنا دا يعتران أو إكا إلاليان إن ميلها سوكودة يعمو قريها دحدودة سيدو كلما داريستا داد كاريغا يا رق يدو مربا حلبا كساران إن كتاب كي إلهي كورهيان أو أي أغادان إن ما ركتي ماشي وكذا يعمي هاي كإلى ليان إلى وحنا كبرنا سبحانه وتعالى إنه كوكري له تتك يجو أهمية كوفكري إني حرون تاس أسميان ضيع ترك كتاب القرآن كأ إلى كوكري له أنا أقول واحد ديارو النهاي إنه بربر تجنانه وهذين نقطة وعيقلين يهذين نقطة كقيب قاد الشبع أنه مركا إن ديارو النهاي الحمد لله رب العالمين كتاب كلا وحبه هي دم والبين لسكت تاجو برشديسة dadka ku wacyi gelintiisa dayactirkiisa dhan walba laga ilaaliyo ilaahay naga yeelo dhamaanba in ahlul quraan alladina hum ahlul laahi wa khaasatuhu in walaalkan jamaal khair badan allah siiyo oo runtii in hamigan waxaan malaynayaa weynidiisa isagu leh oo maxan ku dhahaa hawshan ku jira ilaahay ka abaal mariyo runtii waa meeshaas way dhisantay ma sha allah in khawshidina waxaan malaynayaa intii badnayd waa la qabtay intii yar hadhayna sida walaashay macallimad marina sheegtay een haso garab istaagan balanahay baqa ay dirtay baan ku taageerayna anagoo ah group muslima ama ururka muslima ama ururka baytul maamur waxaan taageersanahay oo garab istaageyna walaalaha quraan waayo wax loo heeliyo kitaabka ilaahay ayaa ugu munaasabsan kitaabka ilaahay ayaa ugu sareeya waan garab taaganahay waxaan leenahay walaalaha ay ku soo qayb qaata intii hore uga qayb qaadatayna waan u duceynayna ilaahay ka aqbalo في ميزان حسناتي الله وقدره صدقاتك الجارية مقبولة الله وقدره إلهي قف كستوك قيب قاتي إساقنها قارسيو درجة سرع الله كسيو إنت صوه ودنا صدقاتك ذي صوه بحنسة صوت يحتري سنة إلهي دمانت ودمراتك ذي ونمحسنين ربما ذكتاك سيو قف كستو توليها وشانا إلهي أكابال مريو أيوة حن كبري إنا إنتي كسو قيب قاتين إلهي ميزانك حسناتك وقدره قارهان شمال ننكاس أفكري معيشة كتابك إلهي inu sarreysiyo oo dayaca madaxtay ka biyo ilaahay waxaan weydiisanayna inuu miisaanka xasanadka ugu daro baaqa aan dirayna waa ki walaalahiiga horeeyay ay direenay ahaa in inta hadhay laga soo qayb qaato in madaxtay meesha lagu dayactiray kalaam rabbul caalamiin in alla intii ka soo hore ka soo qayb qaadatay ficil iyo qowl ilaahay ka abaal mariyo
intaasuban odhan lahaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Suxufi Cishqi, magaalada Boorama ee xarunta gobolka Hawdal.